جارتي العجوزة قالت لي حطي البصل على البن هتبقي مليونيرة، وكمان هتوفري فلوس كتير جدا جدا، وهتبقي زي القمر، وهتحلي أكبر مشكلة عندك بتواجهيها، وجوزك هيموت فيكي ومش هيقدر يفارقك أبدا. طبعا الوصفة دي من الناس الكبار بتاعت زمان، وجارتي العجوزة دي أكدت علي أعملها وأرجع أدعي لها في كل صلاة. صلوا على النبي في الكومنتات وقوليلي بتابعيني منين، ويلا تابعي معايا الوصفة لنهاية الفيديو علشان لو عندك المشكلة الكبيرة دي تقدري تعالجيها من بيتك بأبسط الأشياء وبأقل حاجة من مطبخك، معلقة قهوة وبصلاية صغيرة، مش هنتكلف أكتر من كده. يلا بقى بينا أقولك مكونات الوصفة، بس قبل ما أقولك مكونات الوصفة أوصيكي إن أنت تحط اللايك، أمان عليك اللايك، وتصلي على النبي في الكومنتات. أول حاجة هنا هعوز معايا بصلة صغيرة كده، تمام، بصل أحمر. شرط الوصفة دي يكون فيها البصل أحمر مش البصل الأبيض يا بنات. هنقطع، أنا عايزة القشر كده الأول، هاخد القشر وأطلعه كده لوحده كده في البداية، تمام. طبعا القشر مفيد جدا، لو انت بتقشري بصل كل يوم اوصيكي ان انت تشيلي القشر ده في كيس. هحطه كده في كوبايه وهنزل عليه بميه مغليه، تمام كده، وهركنه كده، هسيبه هقلبه الاول شويه وبعدين اسيبه لمده نص ساعه على جنب لحد ما اخلص الوصفه. هجيب بقى البصلايه الصغيره اللي معايا وهبشرها كويس جدا جدا، انا عايزه ابشرها، ابشريها على مهلك خالص، طلعيها ناعمه. البصل او ميه البصل المبشور مفيده جدا جدا لاقصى الحدود، هتوفر معاكي فلوس كتير جدا. هنجيب بقى البصل هنا ونبتدي ان احنا نصفيه. صلوا على النبي في الكومنتات، قولي لي بتتابعيني منين، أمان عليك اللايك، أمان عليك عشان الكل يستفيد، واعملي شير كده لصحابك الغاليين، تمام. انا هنا كده صفيت مية البصل، انزلي عليهم بمعلقتين بن وهنقلب. لو لقينا الوصفة لسه خفيفة هنحط كمان معلقة بن كبيرة، تمام. انا عايزة القوام يوصل معايا القوام اللي انت شايفاه ده، شايفة القوام ده، انا عايزاه يوصل كده. طبعا انا حطيت معلقه بن تانيه وقلبت وخليت القوام يوصل معايا لحد كده. هنجيب بقى معلقتين زيت زيتون كبار، تمام كده. المعلقه اللي معايا عشان صغيره اخدت منها معلقه صغيره، اخدت منها ثلاثه من الصغيره، تمام كده. هتقلبيهم مع بعض كويس جدا جدا جدا، اهم حاجه هنا التقليب. هنجيب بقى بخاخه فاضيه من عندنا، تمام، وبعدين هنحط فيها، هنفضي فيها الوصفه اللي احنا عملناها ميه البصل، نصفيها فيها بالطريقه دي. بعد كده هتاخدي ميه البصل دي ترشيها على شعرك وتعملي تدليك لفروه الشعر، بيطول الشعر جدا جدا ويشيل اي فطريات واي بكتيريا واي قشره في الشعر. اكبر محفز لنمو الشعر هو ميه البصل. تاني حاجه هتجيبيلي الوصفه دي وتدعكي بيها شعرك نفسه، لو عندك شعر ابيض، لو في شعر ابيض كده بدا يطلع انت هتتخلصي منه على طول بالوصفه دي. هنحط الوصفه دي وهنقوي شعرنا جدا، وهيطول وهيبقى ناعم ولامع وطري لأقصى الحدود، وهيطول جدا وهتملي الفراغات، هتعالجي كل مشاكله عموما حتى لو بيتساقط. واهم مشكلة عندنا هي الشعر الابيض، حتى مش بالسن، اكترنا في ناس صغيرة وطلع لها شعر ابيض. الوصفة دي خارقة يا بنات، جربوا الوصفتين دول لكله، بنوتة، ست متزوجة، كله، حتى الشباب كمان واخواتنا الرجالة جربوا الوصفات بتاعتنا دي، وارجوك يقولوا لي رأيك في الكومنتات. وصلى على